السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. في الفيديو ده ان شاء الله يكون سريع، ازاي تنزل نسخة ويندوز 10 اصلية او اي ويندوز اوسنتك او ان هو بيكون من شركة مايكروسوفت بسهولة جدا، وان شاء الله ان شاء الله مش تحتاج لاي حد ان شاء الله. بصوا يا جماعة، اول حاجة لازم يبقى عندك فلاش يو اس بي من اول 8 جيجا وانت طالع. انا عندي 8 جيجا، فكنت انا عامله. وهنيجي عند نفتح الموقع ده، اسمه روفوس، اسمه روفوس، روفوس دوت اي اي دوت دوت اي اي قصدي روفوس دوت اي اي اهو الموقع اهو، ار يو اف يو اس دوت اي اي. وتيجي عند صفحة الداونلود وتعمل داونلود لاخر فيرجن. انا اخر فيرجن عندي 22.5.24، تمام. وهينزل برنامج اهو، تمام. فالبرنامج ده كل عليك انك هتيجي هنا كده، هتقول له ان احنا هنخلي التشيك ابديت ديلي، ونخلي البيتا فيرجن لو في بيتا فيرجن نعمل كلوز، وبعد كده نقفل البرنامج ده خالص، وبعد كده نفتحه تاني، تمام. هتلاقي جنب كلمة سيلكت دي هتلاقي فيه كلمة داونلود، تختار كلمة داونلود، تدوس على كلمة داونلود شوية بس كده، عقبال بس ما يشوف بس داونلود. لحظة، تمام. او بيقول لك انت عايز تنزل ايه، فيرجن 10 ولا ويندوز 11 ولا ويندوز 10 ولا 8 ولا. اقول له مثلا عايز ويندوز 10. ويندوز 10 ده بالنسبه لي كويس على جهازي. كونتينيو، ويبتدي يحمل لك الويندوز ده على الفلاش عندك، على الفلاش درايف اهو. يقول لك كونتينيو كونتينيو. والانجليش انت بقى عايز لانجوج بقى اي حاجه تانية او عايز اي لغه تانية، دوس كونتينيو. 64 اركتشر، ايوه كونتينيو داونلود. وهننزله عن طريق نحطه مثلا هنا، الداونلود ينزل ولا نضيفه على طول على الفلاشه؟ انا هنزله على طول على الفلاشه اهو، سيف بس كده. ودلوقتي الداونلودنج اهو بيعمل داونلود اهو، 2 من 10% وهكذا، وهينزل على الفلاش على طول. وبعد كده تقدر تعمل انستول للويندوز عندك او تنزله على طول، تحرقه على طول على الجهاز بس كده. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سر شاكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.